Some terrifying moments in California. Three bank robbers take hostages, lead police on a wild chase. When it was over, three people dead, including one of the hostages. ABC's David Wright is in Los Angeles. In Stockton, California, a bank heist straight out of the movie. Assalamu alaikum. اشتري بنك تر بنك. نعرفش الحمام منين مشيو لها حتى مره ما كبتيت ولا ركزت ولا نالو داود يا وينك انت وينك انت يا زبي يا زبي عندنا 10 سنين استنوا فيك في الحومه اي ما نقول لك مريض بالالزهايمر نيك نسيت الحومه وين به وتيكي يا ورانج ما عنديش اي وجهي فريكونس جديده نتاع الجهاز ما عنديش يا زبي شكون يجي جراس سنترال جراس سنترال اني شيك يا زبي فوزي عملوك قسمي نتصرف يحشيولك من البوق يا معلم حل عصب عينيك يا معلم ما تكسرش كرامتك حل عصب عينيك برمشي وين اجا لنا اجا لنا بايجا نقول لك اجا فصل اجا نحكي لك شنو حل عصب عينيك نحلهم لك انا نحلهم لك انا برمشي نايك يا انت في على مارك في عليك برانسيبال هما فوزي بشير واني وحبتي فهمتني تسمعوا فيا ما ايوه باهي ما زلت مانيش عارف خاطر حبتي ديجا قاعد يركع في بنوها وتجبها تو فهمتني انا خاطر بحبكم 100% كلها تقطع فهمتني ما نحب حتى في نحب الناس كل اخويا جوها باهي تقطع جوها باهي اخر مره حديتينو مع تيجو بهيم ما عرفش السوق ورا نزوز موتورات شويه تشدينا اي باهي هاك علاش احنا ريتها المرة هذيك وقتها ما فماش حاجة في السيور فهمتني كانت 50-50 يا تقطع المرة هذي راه ما فيهاش 50-50 خاطر راك صدمة العملية كبيرة يعني بلغة أخرى اللي يتحط في قلبه يودع انا وراني يا بشير صوتك تبدل راهو حن شوية شربت دواء اي جيت الفارماسي القرجو ما تنكت مسيحش معه لا هكا خاطر خلطت فيك السخايب طفلك قاعد واحد زبوب لا شو قلت بشير فوزي اسمعني يا فوزي والحفتيت يا اخويا دبرت لهم فلان ليك في التاسع قول لي نجم تكون ايش نكتب ولا سهل لا مانيش باش نقول لك حاجه باش نقول لك حاجه باري قول لي يا انت يا الحفتيت يا اخويا عنده سلاح والبوليس اللي مشات على ليات العيلكم في الدروج تضرب ناس كاليبر واضح يعني انت ريتك باش تطلع لفوق بتخلي حد يطلع لك اي هاك يا فوزي برامو عنده في دايته فهمتني والله اعلم الله اعلم شنو والله اعلم الله اعلم عاد لحظه نعم تو نعمل اربع كابيت بومب تشوف انت العمل يجي بس ميمتكم الغاليه سيب عليهم البومب خلوها كاريتي انا اشتري من المحمود شوف علي من السمك الحاكم شد عليك سلاح تعملوا هكا لا الحاكم شد عليه سلاح نضربه بك انت
يدي وين مشيت يا حفتيتي وفاوز؟ نعبيه ونعبيه. نحط الموتورات، يدي هزيت موتورات ساي. اي برا بون شانس. اي اي شو تيجو مشي غدا كيكه بلا واحد برا واحد تيجو انا في الطوم انا قاعد جيبو تيجو ولا جيبو تيجو ولا مش مشكل هي ديجا ما نجموش نمشو كل انت باش تقعد مع جبا خاطر جبا راه باش يقعد برا انت راهو ديزيام بلون انت والدرباجي وكل فهمتني كانت ناكت انت هما اللي بالصناديد اللي نعملوا عليكم من الاخر مش باش نستحقوكم بلغه اخرى يجي سوق يجي معبية برا السوق ليه معبية معبية مزوت يا زبي جونا به يمشي يا ربي بعد علينا العينيك شابا وين عشان وريك البلان كيفها تفهم فيها ولا اي تشوف فيها هاي طويلة وكل نقصر فوق الرا فيها كلش تطلع سوق تحكي بالرزمي والله ولا تتشد تعيش فيه الحاب سران يا ريكتش نهرب ونحن نعمل فازيت زنقات دكة وكل ايوه وريني البلان وريني ندخل ومن نطلعوا وريني هكا نعملوا هكا باش ندوروا اي تهبط تطلع وتبدا تطلع معنى انك عام ونص نطلع يا زبي اياه بتهبط ما نتعبوش من طواه بتهبط لا نتعبوا من طواه وش يسميه على البلاصه هذي نعرف عليها حسب يحكي والعباد في الجرايد يقول لك عيطوا لها برج مية خليفة يا قهوة وينو بشير؟ مش نجيبه أنا؟ ايه بشير واحدة بشير اثنين خليه في البلاصة الأخرى شيره هاد فهمتها بيش اكسر بيبين باش تهبط فيس واضح تيتي تسمع جاو ياي انا جاي بتعدى هز الكرم بالسلطان اللي تحكي عليها ومشي للبنك ديريكت انتي وفاوس يلبسوا ماسك وياتكم كسر كنت تكلم الفاهمين قول لهم راهو كان تحشاه يشدوا الحفتيتي من ترمتو وقفوني اربع حاكم قدام الحومه راهو جايينكم كانوا بالذم تاتيتهم بالحضير يا شباب بتينا برشا راهو راهو فما عينين علينا وابنين علينا مرجلين امورنا واضحه جايين مكانها بالطو امشيو تو للبنك برا سموك خف خف دواد يعني جايكم وكما قلت لكم تعيد راكم تغلطوا يا الولاد نعيطوا لبعضنا بشير واحد بشير اثنين بشير ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية انا بشير اثنين اوكا من طور تهموا فيها الزيديك 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 اهلا وسهلا ومرحبتي برا برا الليلة جو برا الجو لا لا هكاكا لا هكاكا نغلطوا ادخل هكاكا ايه مش دجاجة تولي حاجة اخرى كلها تهبط على ركيب هاي دور غادي وهبط على ركيب يا معلم لبيس سايب المراه تحرر جنسي ذاك حرام راهو ممنوع كان قاد حي يا لبيس باي نستوى ايش الجو سوفيا جابا انا ثلاثة وي احنا ثلاثة راهين وسيبون هاني باش نلانسي تو وضع يا اخي معلم يقعد يا اخي تفهم ولا الجوك والزميل اللي وراه يجاو وانت زميل اقعد بحذاهم هذوما واضح يا زميل تسمع فيا يا اقعد معاهم انت غاد واضح هيا بسم الله هيا لك وخر شوي وخر رد بالك وخر عليك رد بالك خدمة صحيحة هيا هيا برا مشي قول لي انا بحفيه قول لي امشي جزو مالي امشي ما
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تكرزنا يا الزبي ويا ملعبتين عندي. امشي لم في وينه بشير تلافة. امشي كل واحد. عبي في الكرتابة عبي في الكرتابة عبي. أنا معك بحبيك في شنب أنا. لم بعيد بالجزيء شوية بالجزيء. أنا في عك ودي خسر معك. رزانة الكرتابة يا معلم. امشي امشي امشي. لا 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 الحاكم الحاكم البر على عجلة صحيح يا عندي فوقي راهين انا يا باهي الولاد مدوا لي الفلوس هي كلها تجي تمد لي الفلوس مدوا صعب مدوا سيكار هزت في سيكار وتهور قديش تبغى الصباح خمسين امشي 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 شفتهاش انت راه تعرف مازالونا خمسة بلاتوات لوطا دحشنا فيهم ما عندناش قنب الأخرى حد ما عنده يا عالولي والله ما عندناش حد ما عنده خلي نهزوا الليلة حد لوطا سيئ سي تروتار يا ودي ما فهم حد شيء تروتار شنية تروتار اللهم باش تبعث لي الرهينة تقول لها تمشي غادي تمدها لهم بيه داون ابعث داون سايد شنية خانة اقول البومب ترمي كل الحاج واخر شوية واخر ماني قلت لك هز اصحابك واخر هز اصحابك وبرا بعض المطور هز اصحابك وبرا بعض المطور اتو نحكي برا يا صديقي برا امشي تهزت خرجت مدهولهم قولهم هذا يلون ما زالوا زوز الدخل وضع بشير برا صمك حلي رجليه هاي يجي يجي معي الزميل يجي جوك يجي معي امشي 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 يا بشير جا حلو يترفع ولا هو بشير اربعة استنى وينك انت شكون يحكي بشير اثنين تسمع ولا رجع عبي فيسا عبي فيسا عندي يمشي 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 قديش يمشي عارفين التكتيك انتم الزوز مع بعضكم لا لا هذايا عندي مرجلين نعرفه لا كيفيه هل بيب بشير 50 هذا اللي في الوسط هذا مع الجوك يمشي مع الجوك هيك ابدوا على بعضكم انا فوزي انا مش مع الجوك انا ونيفرتيتي يوديسك ما حشتش بنت لازم ابلع فمك يا بيه نيفرتيتي خالص فهمتني وهذايا وهذايا معاه فهمتني وانا وحدي انا فكره بالكحله وحدي مش بيوجهك يزبي برا امشي غادي يمين ولا يسار تحب يمين كيفاش نعم صوت نار بنيه مجرم
نجم جاوبك بلوتوث معني انا مكافي شكون كلون هذا هذيك على البنك فوزي عم لوك احشي لك اي ناحية ناحية لك الكاس كابشن جينا احشي له طوله عرض بر بر البنك عنده 70 حبسي للرجال هكا مش تطول فيه الحبس يا رحم والديك برسمك بيت باهي تواليت تضاعف لنا ولا ايه اي اختار بيت اي اي اش ندلك اي هذه على اليمين لا على اليمين هذه اللي على اليسار نقصد برسمك حدي بعد السلعة ذيك خليني كومنتر انتو خلاك انا شكون على الاقل نتفرد معاك اه باش نحطك لهنا يا رحم والديك اسمعني ايه تسمع فيا قال لك فما واحد قال لك فما واحد راسه كي الزبي كمل حط فوقه عصبة أخرى أخي راسه ولا كل عصبتين ماستا اسمعني هاي صحيح بي لحظة نحي ماسك الكلون خاطر مكش كلون راكم ماستا على الأخر 40-70 حابسي للرجال الولاد شكون في قلبه أخي ما عاش فهم مجرمين بالبلاد معلمة أيه شكون هذا شو اسمك يا معلم عرف عن نفسك يا معلم لا تعرفوني في بالي ما لا حول ولا قوة إلا بالله أخرج يا معلم أخرج أخرج أبعد أدخل زنزانة بعد بحذيك أهلا وسهلا شو عم هيك تزيد على الص يعني غرفة تحقيق برا أدخل في بلاستو برا أسمكم قديم شو قاعد عليه برا أدخل في بلاستو بارش سيد هذا مقاريك شو متخبي لفوق راو هدخل بلاستك هدخل يبقى رسمك دخلوا معي تعمل بزيه هدخل زميل ناحي له التليفون والراديو كل شيء زي منحي كل شيء منحي جوك بيه وناس خوي لغالي خي نكذب عليك انا يا بشير اربعة لحظة يعرفوا اسمك تاو يا حبوسي وينك مسكر بيه محلول يا رحم وديك السفينة حبوسيت شو عنده محجوز هنشوفه بالله شوفوا لنا هو الزبي محلول البيج للزبي محلول خليه يسين باش اخوي الغالي شو تعمل هنا قال لي جيب دوسي ملف نمره في نمر 40 اهبط باهي امشي خرجني نحبيك السلام عليكم شنو حكيتك باهي نحكي لك بالتفصيل ولا كيفاش بالتفصيل لا اختصر عيطولي مشيت يا اخي لقيت روحي لنا شكون عيط لك جماعة مسمي له روحهم بشير واحد بشير اثنين بشير ثلاثة بشير اربعة بشير خمسة وانت انا ومنهم بشيرات البلد والله انا بلي نسيت ما حيشوني يا زلمي اي حاسيلو عندك اغزر لي يا معلم عندك هروب من دوريه امنيه سرقه بنك سنترال لا يا ودي ما سرقت شيء يا معلم سامحني راني كنقول والدي راني خاطر كبير في العمر مشارك يا معلم مشارك اغزر لي باش نحكي لك تو انت خذ احكي لي في ساعه ما تسمع الحكايه لازمني بار ديتاي هاي احكي لي هاي باهي عام 76 خالتي زهره تعرفت على بابا الهادي لحظه سيرجب باهي الحاسس ما نقصوش على بعضنا يا ابراهيم تك مش نحكي لكم العمليه حبوسات اللي كان بحذاكم توا هي هو المخرج بتاع المسلسل هي قال لي انت بسيفتك سواق ونعرفك قبل تجي قدام البنك سنترال رانا عاملين تمثيليه وفهم واحد يصور وانت باش تعمل روحك هربت وتتشد بالعاني توا انا معناها هذا مخك انا بهيم من با دو متر ودخلت في نخله وقفت ما في بالي تمثلوا معانا انتوما وقتها اي في بالي حتى انا مازال مثل معاك تو حتى الحظ ايوه تيقول لي من الاول اي ملا يرحم والديكم نهاركم زين والله مازال ما كملناش الحلقه الحلقه 6 الحلقه لا الحلقه الاخيره هذه باش تكملها في الحبس فهمتني تي ليه ما تفهمناش فيها ما خلصش عليها هذيك ماشي بعيد ياسر على اولاد مفيد اخويا هي دخلت بعدها ما حتى مشكل باهي مرقلي عندك نقول لك القضايا نتاعك نحكي في المسلسل ذي القضايا ما هو اي بيان سور اي مرقلي اليوندي مشاركه نتاع سرقه حامل سلاح ابيض تقرير احترام عون امن ممثل فاشل برجوليه فكرني في اسمه المسلسل مسلسل مسلسل باش تلقاه على اليوتيوب باش تلقاه على اليوتيوب لا لا انا ما قلتش لا اسمه
الحكومة تاع شكل عصبة سخونة. واسمع لا لا اخوي الغالي راك تيقعد ولا اخويا 19 شهر ولا عام 19 شهر الحمد لله يا ربي ميمتي الغالية. يعني قالوا لي فما الجو وكل ما فهمش تعرفوت لنا لا فما هاي ارجع هاي هاي 40 70 يا معلم يا سرح مريقل اسمعني مدام لنا انا مجرم في قيادتك خرويت هذا اسمعني ها حافظوا الحبس ونعرف الزبيل الخريج وكل منها عندي الزبيل ما شدوش نيكو بطريحة ولا غير وراسك شدو نيكو بطريحة السيد العون وينهم زملائك يا سيد العون ابعد ما تمتوش ابعد اش بك تتقبع يا سيد العون ما تفتشش ما تعديش اخرج السلام عليكم وينكم الاولاد انا جينا امشي عادي نجم نهرب في بالي بالموتور نجم اما توا على سقية ليه مضروب يا زبي ما نجمش منيك كارتوشة زبي ولا هما زوز فهمت من تالي داوي روحي زبي كذا دبشي ما نجمش نبدلهم دونك نجم نحي دبش الاخرين زين مش الحومة والحاجة يا معلم ما اسمعش لازمني شكون يهزني ناخذ تليفون وناخذ يرحم والديك برا سميمتك اسماني بوندج ليا اسماني انا وصاحبي راكبين في الموتور في ثنية غادي بعيد فما نحبش نتعبك اعطيني بوندجات ولا بندجلي ولا مدلي حاجة للوجيعة طحنا من الموتور وحاجة ناكلها راني باش نموت اللي صار فينا اليوم ما صار لحد ماكلة برا سميمتك والله يا راس خويا ما عنديش حتى اي حاجة يا صاحبي هادي ماكو لله يا محسنين ماكله برسميمتك وكنت تعمل مزيه تعطيني نعمل مكالمه صغيره راه وصار لي مو شويه اسمعني برسميمتك تليفون يودي طحنا بالبطور وما نعرفش ولا عليه. حتى انا ما عنديش تليفون بشير استعل لا هز وصلني قد نجم برسميمتك وين تحط حطني في الكارستو ترا تتصرف هما خطوتين اما كل موجوع مريك يرحم والديك السلام عليك استنى يا مروكي هذا يحكي اي ذاك هو مروكي اسمعني جيب كرهبتك ويجا في ساعه في ساعه ني اني جاي تو ني سامحني لك زين دكتور والوجيعة تاكل امشي احنا بلاصه يا غالي يا مروكي لا بلاصه لا شيء امشي تنحكيو يا اللوطه ونجيو اني جاي يا لو يا بهيم محاسب انا مقطع امشي بالحبس امشي انت بدك امشي اسمعني مش نحط لك تشيك بوينت امشي لها مش نحط لك في جي بي اس امشي لها فيسع عذر عندك تليفون ولا ايه فيسع اجري مدي التليفون يمشي السوق يعطيني معسبة يدي عبلو فيا قطعت بضربوني انا شد كرتوش في ظهري اسمعني نحبك راجل طوق لي ركز معي ايه وصلي
اوصل على يمينك ولا التلفزة تلقى البوم تاع القهوة هذاك جيبه باش تحط فيه زيت جيبه بلا صبر بشوية يرحم والديك يرحم والديك سيدي يا دي وينك انا وصلت وينك انا خارج لك توا يا بيم سكر فمك يلبس يلبس مريولك يا بيم السلام عليكم شكون هذوما يا دي؟ شكون هذوما؟ تابعين تابعين يا فوزي تابعين شكون؟ خليتني وحدي خلينا نلبس المريول شكون هذا؟ لو لو يا فوزي لا غير بخويا اسمعني يا بشير ايش صار قول لي يا دي تنك تطلع الزبان في الحبس يا صاحبي ما عندكش بيت لكش الموت بالشر طوى والله كرشي غلط اطلع 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 نيك اطلع اذن بنيك قلتلك بحضرك يطلع سوق نيك تيمشي خلو خليك قالو الزبي امشي امشي كرسو ما تخافش ما تخافش لاباس لاباس السلام عليكم كونك انت خويا الغالي مرحبا بكم السلام عليكم برا ورجع بعد هادي مرة سبهاني ماشي على روحي يرحم والديك برا امشي سمحوني 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 ربي يفضلكم اوه ربي يستر حد ما شاف حد مرة امشي يا بهيم تمشي بصدق عليك امشي يا معلم يوزر ليفت يور شانل ها خويا الغالي هادي خاتيني راني جيت باش نبدل الكبوت بتاعي تمسخني وقاصد ربي خاتيني لاني طالب بشكل لا شيء مريض شيء ما فما حد شيء اللي تقدرش تحبوا الولاد ادخل ادخل اجي لنا ادخل ادخل ما تمشيش انت ادخل ادخل يا جماعه تبعني 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 اجي اقعد لنا اقعد شد لكوا ما تحركش ما تحركش راني معاكم تابع حبوسات راه باش يبدا في بالك ما تحركش اقعد شد لكوا ما تحركش برا ركح جوك اش تحب خويا يا شباب راني رشرشي نحب نقصد ربي بالاخر ماكش قاصد ربي خويا انت قاعد لنا مركش بحفينا واضح امورك واضح لازمني ناكل ولا واحد يمشي يشري لي ماكله ويجي حتى احنا انا كيفك انا بدي امشي ندوخ تو يا ولد ايه انت دوخ على روحك انا ماشي نشري ماكله انا بريك هي زبي هذيك مش شو اسمها ايه بني زبي كان رجعت والله الولد تفرهدت على الاخر خلنا نرقد لما اني كم اس دي اف في الحبسه هذاك هو نيك النوم رنا يا قري حد ما يقدر يشيل شيء امبوسيبل يقول لك يلا وجو لنا لا صحيت يلا مش نرقد انا نيتكم زينه زبينه